الطرف الواضح بالنسبة إلينا وهو أحرار سنجار، تبنوا العملية وضربوا بطائرتين مسيرة مفخخة القاعدة في بعشيقة التي تتواجد فيها القوات التركية، المجموعة عليها الكثير من العلامات الاستفهام والتعجب والتسريبات بأنها تابعة وموالية أو مشتركة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران. هل نحن أمام جبهة جديدة تصعيدية في ظل أنها ظهرت بعد توقيع شركة كار مع تركيا قضية الغاز؟ هل هنالك وظيفة معينة لهذه المجموعة أم تعتقد بأن هنالك مبالغة في هذه المسألة؟ لا، الحقيقة أنا أتفق معك تماما. واضح جدا الهوية الإيرانية المباشرة لهذه المجموعة. يعني حتى أنا قرأت البيان، هم تكلموا عن العراق أنه إحنا نعتبر أي شيء على العراقي مسنا ما أدري شنو. يعني متى كانت أي مجموعة مرتبطة بالبككة، كما يفترض أنه هذه المجموعة مرتبطة بالبككة أو شيء من آخر، تذكر في بياناتها اسم العراق أو تهتم بما يحدث في العراق أو تعترف حتى بوجود العراق؟ يعني من المعروف أنه جماعة البككة اللي تابعة للسيد أوجلان تعتبر هذه الدول كلها في الشرق الأوسط هي كيانات مصطنعة غير حقيقية، وشعوب الشرق الأوسط ينبغي أن تتشارك جميعها في دولة واحدة في رؤية واحدة لا قومية. يعني هم عندهم أفكار من هذا النوع. أنا أذكر أنا قرأت هذه المواضيع من أيام التسعينات في كتيبات خاصة مالتهم. فإذا يأتي البيان بهذا الشكل بهذه الطريقة، هذا الطريقة احنا تعودناها لدينا في العراق. فجأة يظهر جماعة رب الله، فجأة يظهر جماعة ما تعرف شيء، لا لهم تاريخ، لا لهم وضع، لا لهم كذا، يظهرون يقومون بضربة وضربة ذات مستوى يعني عالي، يعني تقني عالي. فيبدو واضحا جدا الأصابع الإيرانية والرائحة الإيرانية تفوح بقوة من ما يسمى بأحرار سنجار، وخصوصا مثل ما قلت حضرتك يعني الضربات تعدت موضوع سنجار، ضربات على معسكر جيلوان في دهوك أو حتى في العمادية بعيدة حتى عن سنجار. فمن هي هذه المجموعة وممن تحظى بالدعم؟ يبدو أنه الجانب الإيراني. ولكن السؤال الذي يعني يلح في ذهني، لماذا هذا التصعيد الإيراني غير المباشر ضد الوجود التركي في شمال العراق؟ هل هو مقدمة لعملية تصفية واسعة للوجود التركي أو محاولة ضغط على الوجود التركي لتنظيف المنطقة تمهيدا لإخضاعها بالكامل للجانب الإيراني؟ تذكر أنا وأنت وحضرتك تكلمنا في هذا الموضوع سابقا، وأنا قلت بداخلي بصراحة شديدة أشعر بأنه إقليم كردستان يقترب حثيثا من فكرة الاستيلاء الإيراني الكامل عليه وإخضاعه بالكامل للنفوذ الإيراني شأنه وشأن بقية العراق. يعني هذه هي المنطقة الوحيدة حتى الآن في العراق التي هي ليست تحت السيطرة الإيرانية الكاملة. نعم، تحت نفوذ إيراني هنا، تحت نفوذ إيراني هناك، اليكتي في السليمانية وفي قرميان وفي كركوك له علاقات وثيقة تكاد تقترب من الوقوع تحت الهيمنة الإيرانية، لكن هذا شيء. والوجود الإيراني الكامل على الأرض كما هو حاصل في البصرة والعمارة والنجف وكربلة والرمادي والموصل وصلاح الدين شيء آخر، هذا لم يحدث في كردستان حتى الآن. وواحدة من الموانع التي تقف بوجه هذا الموضوع هو الوجود التركي في كردستان. لا يمكن لإيران أن تجتاح بنفوذها كل كردستان طالما هناك وجود تركي قوي في هذه المنطقة. إذن أما أن يكون هناك اتفاق وتفاهم أو أن يكون هناك ضغط عسكري للوصول لهذا الاتفاق والتفاهم، يعني ربما إيران لا تريد أن تشعل حرب بكل تأكيد مع تركيا في المنطقة، لكنها تضغط بشكل أو بآخر على الجانب التركي حتى يوافق على عقد مثل هذا التفاهم ويترك المنطقة برمتها للنفوذ الإيراني اللي أنا أعتقد قادم قريبا جدا للأسف.